السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الجزء الأول من الدرس السادس، دروس مادة الرياضيات للسنة الأولى من الثاني من الابتدائي. عنوان الدرس: الكتابة الجمعية من 1 إلى 5. أهداف الدرس: تفكيك عدد إلى مجموع من عددين أو من عدة أعداد، توظيف الأعداد من 1 إلى 5 في كتابات جمعية. أكتشف وأتمرن. أولا، أعد وأكتب. عدد الطيور على الغصن هو 3. عدد الطيور الطائرة 1. عدد كل الطيور هو 4. إذن لدينا 3 + 1 تساوي 4. ثانيا، أصل كل رسم بالكتابة الجمعية المناسبة. الرسم الأول مكون من 3 طماطم، 3 طماطم وحبة واحدة من الطماطم، إذا نربطها ب 3 + 1 تساوي 4. هنا مجموعة مكونة من برتقالتين وبرتقالتين، إذا نربطها ب 2 + 2 تساوي 4. المجموعة الثالثة مكونة من قطين على اليمين وقط واحد على الشمال، إذا نربطها ب1 + 2 تساوي 3. والمجموعة الأخيرة مكونة من 5 برتقالات، نربطها ب3 + 2 تساوي 5. ثالثا، أعد وأكتب. مثلجان زائد مثلج واحد تساوي، إذا لدينا هنا 2 + 1 يساوي 3. هنا فاكهة الكرز، لدينا 3 حبات زائد حبة واحدة تساوي 4. هنا 1 + 2 تساوي 3، وهنا 1 + 3 تساوي 4. في الرسم الأخير لدينا 2 + 2 تساوي 4. رابعا، أكتب كل عدد وكل رمز زائد وتساوي في المكان المناسب. لدينا 3 جزرات زائد جزرتان تساوي 5 جزرات. في المجموعة الأولى لدينا قطان وقط واحد، إذا نكتب 2 + 1 تساوي 3. وفي المجموعة الثانية لدينا أرنب وأرنبان، نكتب إذن 1 + 2 تساوي 3. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.